question 3 بيقول the particle B of a mass 2 kilograms is pushed by a constant horizontal force of a magnitude 30 newtons up a line of a greatest slope of a rough plane. أول ما يقول rough plane بعمل كده زي المستر قال عشان أفتكر دايما إن فيها ميو آر هي فريكشن فورس يعني. بعد كده بيقول the plane is inclined to the horizontal at an angle alpha where tan alpha equal 3 over 4. فأنا عارف إن طالما tan alpha equal 3 over 4 إن sin alpha equal 3 over 5 و cosine alpha equal كام؟ 4 over 5. تمام؟ ده جبتها منين؟ جبتها من الترينجل الصغير اللي انتوا عارفين ان احنا بنعمله على طول ده. يعني لو دي الفا فدي هتبقى 3 over 4 بايثاغرس هجيب ان دي 5 فساين الفا ابزت على هايبوتنس وكوزين الفا ايكوال ادجيسنت على هايبوتنس. بس بعد كده نكمل. بيقول as shown in figure 1 بيقول the line of action of the force lies in the vertical plane containing P and the line of a greatest slope of the plane. The particle P starts from rest. أول ما يقول starts from rest يعني أنا عارف إن اليو بتاعتي بكام؟ بزيرو. أروح أكتبها كده على جنب. بعد كده بيقول the coefficient friction between P and the plane is mu. يعني مدينا الميو بميو. بعد كده بيقول after 2 seconds P has traveled a distance of 5.5 meters up the plane. في A طالب الacceleration of B up the plane وفي B طالب the value of mu. ماشي أنا كده كده عندي طريقتين بجيب بيهم الacceleration يا UV set equation of motion يا ال F equal MA. It's clear هنا إن أنا هستخدم UV set عشان أنا معايا ال U بزيرو وهو مديني إن ال S ب 5.5 ومديني ان t equal 2 عشان قال after 2 second بس. فاروح اجيب الاكسلريشن طالما معايا ثلاث حاجات فانا اقدر اجيب اي حاجه. انا عايز equation ما فيهاش v فهتبقى s equal ut plus half at squared. هروح substitute هتبقى 5.5 equal 0 اي حاجه في الترم ده كله راح half في الـ A في 2 squared. بعد كده هطلع إن الـ acceleration بـ 2.75 بس. بعد كده في B بيقول find the value of mu. عشان نجيب mu طبعا واضح إن أنا هروح أعمل resolving بس. ففي شوية حاجات كده محفوظة وأنا بعمل resolving بتاع الـ inclined زي إن الـ R والـ weight. فلو دي ألفا والبارتكل اهي فانا عارف ان هنا في ويت كوزاين وانا عارف ان الويت 2 جي فهتبقى 2 جي كوزاين الفا وهنا هيبقى في 2 جي ساين الفا. تمام. ودايما الار بيربنديكولار للسيرفيس مش لفوق وخلاص بيربنديكولار للسيرفيس يعني عامله 90 ديجريز مع السيرفيس. بعد كده ناقصني حاجتين. اول حاجه ال 30 اللي جاي من هنا دي انا عديها الناحية التانية. تمام. ممكن اشطب على دي كده عشان انا خلاص عديتها الناحية التانية. فلو دي الفا هتبقى دي الفا عشان corresponding عشان الاتنين دول parallel والتو انجلز دول corresponding انجلز واروح اعمل مع الانجل كوزاين فهيبقى فيه هنا عندي 30 كوزاين الفا والتحت هيبقى عندي 30 ساين الفا. بس كده ناقصني حاجه واحده ان الميو ار فين سنس ان هي بوشت اب يعني هي بتطلع لفوق فاكيد الميو ار لتحت وهي ميو ار مش فريكشن فورس عشان مفيش حاجه هتطلع او تمشي غير ما تكون جايبه الماكسيمم فريكشن فورس اللي هي الميو ار. بس طالما هي اكسلريتنج فانا هروح اعمل اف ايكوال ام اي. بس قبل ما اروح اعمل اف ايكوال ام اي انا عارف ان الار من اب ايكوال داون ان الار ايكوال 2 جي كوزين الفا بلس 30 ساين الفا. ممكن اعوض بالجي 9.8 والكوزين الفا ب 4 اوفر 5 بلس 30 في ساين الفا اللي هو 3 اوفر 5. فانا كده جبت الار
ماشي. بس بعد كده هروح اعمل f equal ma بقى عادي، f net equal mass في ال acceleration. ال f net انا دلوقتي وهي طالعة ايه ال driving force؟ هتبقى 30 cosine الفا ماينس كل اللي بيرزيست الموشن اللي هو هيبقى الميو ار ماينس التو جي ساين الفا، وماينس ماينس محدش يتلخبط ويعمل ماينس وبلس، فتبقى ماينس ميو ار ماينس تو جي ساين الفا ايكوال الماس بتاعها اللي هو 2 في الاكسلريشن اللي انا لسه جايبه بكام؟ في ايه؟ 2.75. تمام. هعوض بقى مثلا بكوزاين ان هو 4 اوفر 5 ماينس ميو في ال R اللي انا لسه جايبها. ممكن اروح اجيب ال R اسهل بالارقام. ماينس 2G او 2 في 9.8 في 3 over 5 equal 2 في 2 في 2.75. من هنا طلع ان الميو equal 0.2001 حاجات. فانا دايما كل اجاباتي مرة 3 significant figures ومرة 2 significant figures. فال 3 significant figures هتبقى 0.200 زيرو، عشان الزيرو اللي في الاول ده مش بيتحسب، و 2 significant figures هتبقى 0.20 وبس كده. هنبقى خلصنا السؤال.